ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده بقالي فترة كبيرة جدا جدا بحاول انزله، ولكن كل شوية الاسعار عمالة تتغير، واكيد انتم ملاحظين الكلام ده. الموبايل الواحد ما اتحركش مرة ولا اتنين، لا ده اتحرك اكتر من 6 مرات في خلال 3 شهور بس. والفيديو ده زي ما انت قريت في العنوان كده، هو ترشيحات لافضل موبايلات تشتريها في نهاية 2022 او في بداية 2023، لان خلاص وقت تصوير الفيديو ده فاضل اسبوعين بس على 2023. جمعت لكم افضل موبايلات تشتروها من الصفر لحد فوق خالص بقى 20 و25 ألف جنيه مصري، وهحاول على قد ما اقدر اقول لكم برده السعر بالمصري وبالدولار، بحيث ايه لو في ناس من بره مصر بتتفرج على الفيديو ده تقدر تعرف الترشيحات معايا. ويلا بقى ما نرغيش كتير ونخش على طول في الفيديو. بس في بدايه الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، ايوه انزل اعمل لايك دلوقتي حالا، اللايك مهم على فكره، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تيك، ويلا بينا على ترشيحات بدايه 2023. طبعا الفيديو هيكون بصه دسم ومليان معلومات وموبايلات وارقام وبتاع كده، فايه روق دماغك واقعد مدد كده وامسك موبايلك واتفرج على رواق. طيب وبص بقى، بصراحه انا عن نفسي في الفتره اللي احنا فيها دي بالذات انا بنصح بالمستعمل، سواء موبايل مستعمل 6 شهور سنة، موبايلات كسر زيرو ما عداش مثلا على استخدامها 2 3 شهور، موبايلات كسر زيرو جاية من بره دول الخليج امريكا ايا يعني كانت الدول دي، او لو انت ليك قريب بره في امريكا مثلا السعودية الامارات الكويت الدول دي كلها، الموبايلات هناك الاسعار فيها اقل، لان عندنا الضريبة والجمارك لوحدها على الموبايلات وصلت ل 34% عكس السنة اللي فاتت اللي كانت تقريبا معفاة من الضرايب تماما. ولكن عيب انك تشتري مستعمل او كسر زيرو او من بره مصر، فانت بتفقد ميزة الضمان، انت الموبايل بيكون معاك لو لا قدر الله حصل في اي مشكلة فبقى معاك حتة حديدة. ولكن انا عن نفسي لو بشتري الفترة دي هشتري مستعمل، والامر برضو يرجع لك، عشان كده انا الفيديو ده خصصته للموبايلات الجديدة بس. موبايل زيرو لو انت عايز تشتري موبايل جديد من المحل كده ومن امازون من اي مكان تروح تشتري جديد، ولكن لو انتوا عايزين فيديو عن ترشيحات المستعمل بس اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عن ترشيحات برضو الفئات كلها في الموبايلات المستعمله وكسر الزيرو. ونبدا باول فئه معانا، فئه من 1000 ل 3000 جنيه، ودي اللي زي ما قلت لكم بنصح فيها برضو في المستعمل. ولكن لو انت عايز موبايل جديد، فلو بصيت مثلا على نوكيا ما عندهاش غير السي 20، وده موبايل جايب 1 جيجا رام و16 جيجا مساحه تخزين، مواصفات تقريبا من 2017 او في 2016، موبايل سعره حوالي 3000 جنيه، فده انا ما انصحش بيه. اما في شركه ريلمي عندك موبايلين، النارزو 50 اي والريلمي سي 30. الموبايل ده عيبه انه جايب معالج ضعيف جدا جدا جدا، اسمه طويل قوي كده، اللي مهتم يعرف هنلاقي اسمه على الشاشه دلوقتي، اختصارا اس سي 9863 اي، فالموبايل مش هيكون كويس قوي معاك في الاستخدام اليومي والاستخدام العادي. مفيش حاجه بتميز الموبايل ده غير انه يكون موبايل ثانوي، يعني موبايل مثلا ترد بيه على مكالمات او تستقبل بيه مكالمات، لان مفيش حاجه بتميزه غير انه بيدعم بعض المستشعرات زي مثلا التقارب والجيروسكوب ومستشعر التسارع، يعني المستشعرات العاديه موجوده فيه، بس موبايل بيزك خالص، فبصراحه ما رشحوش. ولكن لو لازم من ريلمي فانا رشح لك السي 30 لسبب وحيد، وهو ان المعالج بتاعه كويس نوعا ما، التي 612، يعني هيديك اداء مقبول، واتس وماسنجر على خفيف كده وفيس بسيط، هيكون الاداء معاك زي الفل. طبعا الشاشه هنا اتش دي بلس بس في كل الموبايلات اللي في الفئه دي، عايز فول اتش دي تعالى بقى للفئه اللي اعلى منها. تاني عيب في الموبايل ده انه ما فيهوش بصمه، يعني هتفتحه بالنمط بقى او مثلا الباسورد او البن ايا كانت الطريقه، ولكن ما فيهوش بصمه تفتح بيها الموبايل. وسعر السي 30 للنسخه 32 جيجا مساحه تخزين و2 جيجا بايت رام ب 3500 جنيه مصري، يعني حوالي 140 دولار وقت تصوير الفيديو ده. مش متبقي لنا غير شركتين وهي سامسونج وشاومي. سامسونج ما عندهاش غير الاي 04 اي، ده موبايل بمعالج كويس في الفئه دي، وهو من شركه ميديا تيك، والهيليو بي 35 مع كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل، والموبايل ده برده ما فيهوش بصمه وبشاحن 7 واط بس، وكاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل بس، وجاي برده بسعر 3800 جنيه للنسخه ال 32 جيجا مساحه تخزين و3 جيجا بايت رام، يعني 150 دولار. اما بقى من شاومي ففي موبايلين، الاي 1 بلس والشاومي ريدمي 10 اي. الاي 1 بلس جايب معالج ضعيف الهيليو 22، ما فيهوش مستشعر تقارب، ما فيهوش جيروسكوب، ومستشعر التقارب والجيروسكوب دول من الاخر التقارب ده بتاع المكالمات، لو انت بتعمل مكالمه لما تقرب الموبايل لوشك المفروض الشاشه تطفي. الموبايل ده ما فيهوش المستشعر ده، فغالبا شغال سوفت وير او مش الشاشه مش تطفي اصلا غير لما تدوس على زر الباور وقت المكالمه. والبطاريه 5000 ملي امبير اور وشاحن 10 واط، بطيء جدا جدا جدا، وبسعر 3750 جنيه مصري. وبصراحه انا شايف الموبايل ده صفقه فاشله بكل المقاييس. والموبايل اللي انا شايفه تقريبا متكامل في الفئه دي هو الريدمي 10 اي، هيديك بصمه، هيديك كاميرا افضل من الاي 1 بلس، ومعظم المستشعرات الثانيه موجوده زي التسارع برده والتقارب اللي هو بتاع المكالمات زي ما قلنا، وبمعالج هيليو جي 25، شاشه طبعا اتش دي بلس برده، وبنفس السعر 3850 جنيه مصري، يعني حوالي 150 دولار. من الاخر كده رايي النهائي، لو انت عايز موبايل باقوى معالج او اقوى اداء في الكلام اللي قلناه ده كله، تروح للموبايل السامسونج الاي 04 اي بالهيليو بي 35، اقوى نوعا ما من كل المعالجات اللي قلنا عليها دي. اما لو انت عايز الموبايل الاكثر تكاملا حيث البصمه، المستشعرات موجوده، بطاريه كبيره، تروح للشاومي ريدمي 10 اي. دي كانت الفئه لحد 3000 جنيه. نطلع بقى للفئه الاصعب منها، وفئه من 4000 ل 6000 جنيه مصري. لو انت عايز تجيب ارخص حاجه في الفئه دي فما عندكش غير موبايل وحيد، وهو من شركه انفينكس، وهو الهوت 11 بلاي. الموبايل ده بشاشه اتش دي بلس بس، معالج هيليو جي 35، بطاريه كبيره 5000 ملي امبير اور، وشاحن بطيء 10 واط، معالج
بيعالج كويس نوعا ما بعد المعالجات اللي قلنا عليها دي، هو الهيليو جي 35، يعني اداء كويس، وكاميرا 13 ميجا بكسل، والشاشه اخرها ريزولوشن اتش دي بس، ولكن بطاريه عملاقه 6000 ملي امبير اور، وجايب سعر 4350 جنيه مصري، وده للنسخه ال 64 جيجا مساحه تخزين و4 جيجا بايت رام. ده ارخص موبايل معانا في الفئه. بصيت على شركه اوبو ما لقيتش غير الاي 16 بكاميرا تعبانه ومعالج ضعيف جدا 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 وبسعر حوالي 5500 جنيه، فانا مش هرشح حاجه من اوبو. من ريلمي كان قدامي موبايلين، السي 31 والريلمي 9i. استبعدت السي 31 واخترت من ريلمي ال 9i. الموبايل ده من افضل الموبايلات تقريبا اللي في الفئه دي ان ما كانش الافضل. جايب شاشه فول اتش دي بلس، خلاص بقى مفيش الاتش دي والجوده، يعني من الاخر هتلاقي تفاصيل اكتر في الشاشه دي، بتردد او ريفريش ريت 90 هرتز، يعني الشاشه هنا هتكون سلسه جدا جدا معاك في الاستخدام. تالت حاجه البطاريه الكبيره ال 5000 ملي امبير اور مع شاحن بقى هنا 33 واط، خلاص خلصنا بقى من ال 10 واط وال 7 واط اللي كنا بنشوفهم. السماعات هنا في الموبايل ده ستيريو، يعني الصوت بيطلع من تحت ومن فوق، فهتاخد صوت عالي ومحيطي وزي الفل. وبمعالج قوي اخيرا، قوي نوعا ما يعني بالنسبه للبرودات دي كلها، هو من شركه كوالكوم، هو السناب دراجون 680. معالج يقعد معاك سنه، سنه ونص، سنتين بالكثير قوي، باداء مستقر ومقبول، وهيدعم معاك الموبايل جوجل كاميرا لانه جايب معالج من كوالكوم. وبالحديث عن الكاميرا، فالكاميرا هنا 50 ميجا بكسل، برده طبعا احسن من كل الموبايلات اللي قلناها في الفئات اللي فاتت دي، فعشان كده الموبايل ده طبعا هيكون اغلى منه. وسعر الموبايل ده للنسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و4 جيجا بايت رام 6500 جنيه مصري، ولكن خلي بالكم السعر اللي بقول عليه ده للنسخه اللي بضمان دولي، يعني مفيش ضمان محلي. هتروح الموبايل هتشتريه زيرو وجديد، هتستفيد بس بميزه الضمان ال 14 يوم اللي بيديها لك المحل لو في عيوب صناعه او حاجه، ولكن بعد كده فالضمان للاسف دولي، فهتضطر تصلح الموبايل على حسابك في التوكيل هنا. من شاومي ما لقيتش غير الريدمي 10 سي، ولكن مش هرشحه، معالج ضعيف، كاميرا ضعيفه، شاشه اتش دي بلس بس، فمش هرشح الموبايل ده، وبسعر 6000 جنيه تقريبا، فمش هرشح الموبايل ده خالص. انفينكس برضه عندها موبايل كويس قوي قوي في الفئه دي، هو الانفينكس نوت 11 بمعالج قوي الهيليو جي 88، يعني هيسد معاك شويه في الالعاب، لو بتلعب بابجي بقى والكلام ده كله هيديك لحد 40 ل 50 فريم بالعافيه في الالعاب. شاشه هنا اموليد، يعني الوانها هتكون جميله جدا، وتقريبا دي اجمل شاشه موجوده في الفئه دي كلها. سماعات ستيريو، البطاريه الكبيره ال 5000 ملي امبير اور، والشاحن السريع ال 33 واط. والموبايل ده سعره للنسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و6 جيجا بايت رام بحوالي 5900 جنيه مصري. وفي سامسونج بقى عندك الموبايلين بتوع الشعب، الاي 13 والاي 23، اللي المفروض بداوا يتصنعوا هنا في مصر، فسعرهم نوعا ما حنين بالنسبه للموبايلات دي كلها. الموبايلين سواء الاي 13 او الاي 23 نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير اور، نفس الكاميرا الرئيسيه ال 50 ميجا بكسل، والالترا وايد ال 5 ميجا بكسل، والاثنين جايين باعلى ريزولوشن شاشه الفول اتش دي بلس. ولكن اهم الفروقات بين الموبايلين، الاي 23 بيدعم ال 90 هرتز او تردد الشاشه الاعلى، والكاميرا بتاعته بتدعم الاو اي اس او المثبت البصري، يعني هتشوف رعشه اقل في التصوير لو انت ايدك بتترعش سنه، وخصوصا لو بتصور صور نايت مود او صور بالليل. وطبعا المعالج الاقوى في الاي 23 ولا سناب دراجون 680، دي بس تقريبا اهم الفروقات اللي هتاخدها في الموبايلين دول، وسعرهم كالتالي. الاي 13 النسخه ال 64 جيجا مساحه تخزين و4 جيجا بايت رام بحوالي 4800 جنيه مصري، اما الاي 23 وده للنسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و4 جيجا بايت رام ب 6200 جنيه مصري. ولو عايز مراجعه الاي 13 والاي 23 هسيبهم لك في الاي اللي فوق. اخر موبايل معانا وقبل ما اقول لك ترشيحي في الفئه دي، هو من شركه فيفو، وهو الفيفو واي 22، جايب معالج كويس الجي 85، كاميرا كويسه نوعا ما 50 ميجا بكسل، وبطاريه كويسه 5000 ملي امبير اور. ولكن عيب الموبايل ده انه جايب شاحن بطيء جدا 18 واط، صوت هنا مونو مش ستيريو سبيكر زي الموبايلات اللي فاتت، فالصوت هنا هيكون اوطى منهم، وريزوليوشن الشاشه اتش دي بلس بس، وبسعر 5900 جنيه للنسخه ال 64 جيجا مساحه تخزين و4 جيجا بايت رام، يعني بتتكلم في حوالي 240 دولار. طيب ترشيحي بقى في الفئه دي من الاقل للاعلى، ارخص حاجه ولو مش عايز تعدي ال 4000 جنيه فهتروح للسامسونج جالاكسي اي 13، نطلع لل 5000 وشويه لحد ال 5900 جنيه فتروح للانفينكس نوت 11، اما لو هتطلع فوق السته بحاجات بسيطه يعني 6500 وهو افضل موبايل في الفئه دي الريلمي 9i. كده نكون خلصنا الفئه لحد 6000 جنيه، بعد كده بقى الخيارات معانا بتبتدي تقل، لان الموبايلات بدات تتوزع بقى في فئات بعيده، عندك مثلا فئه من 6000 ل 9000 جنيه، ما عندكش غير ثلاث شركات، سامسونج وفيفو وشاومي. نبدا بسامسونج عشان هنطلعها خالص، والموبايل اللي من سامسونج هو الجالاكسي اي 32، معالج ضعيف جدا 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 انك تدفع فيه الفلوس دي كلها، وهو هيليو جي 85، شاشه بمعدل تحديث 60 هرتز بس، شاحن بطيء 15 واط، وبسعر 8200 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين. فانا لا الموبايل ده ما رشحوش خالص، يعني ب 330 دولار هتشتري موبايل بريفريش ريت 60 هرتز ومعالج هيليو جي 80. اما بقى شركه فيفو اللي هتدينا اقوى معالج في الفئه دي، واللي في موبايل الفيفو في 25 اي، معالج كويس جي 99 بدقه تصنيع 6 نانومتر، يعني يوفر لك قوي 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 في الطاقه، وهيديك اداء كويس قوي قوي في الالعاب. تاني حاجه مدلعانا بقى هنا بشاشه اموليد وريفريش ريت 90 هرتز، في الشاشه هنا برده 10 على 10، كاميرا محترمه 64 ميجا بكسل جايب مثبت بصري او اي اس، واخيرا بطاريه 4500 ملي امبير اور، مش اعلى حاجه ولكن الشاحن 44 واط.
فشاحن صاروخي. والموبايل ده غالي اكيد، من 128 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام، بيبدا بحوالي 9800 جنيه مصري. ولو مستغل بقى انك تطلع فوق ال 9000 فهنروح بقى لشاومي، واللي عندها ثلاث موبايلات ممتازين جدا جدا جدا. اول موبايل هو الريدمي نوت 11 اس، ده بمعالج محترم هيليو جي 96، شاشه سوبر اموليد بريزوليوشن فول اتش دي بلس، تدعم الريفرش ريت الاعلى 90 هرتز، فشاشه متكاملة ومن افضل الشاشات الموجودة في الفئة دي هي والفيفو. عندك كاميرا جبارة 108 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل الترا وايد، فتقريبا من افضل الكاميرات هتكون في الموبايل ده الريدمي نوت 11 اس، وكمان ال10 برو اللي هنتكلم عنه كمان شوية. وعندك في الموبايل ده سماعات ستيريو سبيكرز، وعندك بطارية عملاقة 5000 ملي امبير اور وشاحن 33 واط. والموبايل ده حاليا بسعر النسخة ال 128 جيجا مساحة تخزين و6 جيجا بايت رام ب 8500 جنيه مصري. لو عايز تنزل 300-400 جنيه فتروح للنوت 10 اس. الفرق بينه وبين ال 11 اس في حاجتين بالذات، الكاميرا هنا 64 ميجا بكسل بس مش 108، والشاشه بتردد 60 هرتز بس مش 90. ما اعتقدش هيفرقوا قوي مع ناس كتير، ولكن صحيح المعالج هنا اقوى، هيليو جي 95 اقوى بحاجات بسيطه في الالعاب وبسعر اقل. فانت لو جايب موبايل للالعاب بس فروح للنوت 10 اس، ما تجيبش ال 11 اس ولا تدفع فرق الفلوس. اما لو يهمك الكاميرا وتردد الشاشه الاعلى فتروح للنوت 11 اس. موبايل بقى تاني من شاومي وبرده ماسك العصايه من النص، وهو النوت 10 برو. اولا معالج محترم سناب دراجون 732 جي، وبالتالي طالما هو سناب دراجون فهيدعم جوجل كاميرا، مع الكاميرا هنا ال 108 ميجا بكسل فهتطلع صور ممتازه. تاني حاجه بيتميز بيها الموبايل ده عن كل الموبايلات التانيه هو ان الشاشه بتاعته بالريفرش ريت 120 هرتز مش 90 بقى، لا هنا 120، يعني سلاسه اعلى، وطبعا استهلاك في البطاريه اعلى، وبسعر 8900 جنيه مصري للنسخه ال 128 جيجا و6 جيجا بايت رام. طبعا الثلاث موبايلات دول ليهم مراجعات على القناه، هسيب لك اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن او في الاي اللي فوق دي لو عرفت، ولكن لو ما سبتهملكش في الاي فاعرف ان هم موجودين في صندوق الوصف تحت مراجعات كل الموبايلات دي. الفئه اللي بعد كده من 9000 جنيه لحد 12000 جنيه ما فيهاش غير موبايل وحيد، هو السامسونج جالاكسي ام 52 اللي كان نازل عليه عرض من فتره، كان نازل بحوالي 7000 جنيه او 8000 جنيه، فكان لقطه للي لحق يشتريه، ولكن للي ما لحقش فالموبايل ده حاليا سعره 11500 جنيه مصري للنسخه ال 128 جيجا بايت مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام. طبعا سعره غالي جامد، ولكن يظل هو افضل موبايل في الفئه دي. ومميزاته كالتالي: اولا معالج ممتاز واقوى معالج قلناه لحد دلوقتي هو السناب دراجون 778 جي، هيديك في ببجي 60 فريم مستريح واداء العاب بقى وتصفح مثالي. تاني حاجه شاشات سامسونج الممتازه الفول اتش دي بلس بتردد او ريفرش ريت 120 هرتز، وشاشه هنا من نوع اموليد او سوبر اموليد بلس كمان، فانت هنا هتاخد شاشه بص هتسحر عينك كده. الموبايل بيدعم ال NFC وبكاميرا ممتازه 64 ميجا بكسل وبطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور وشاحن 25 واط، فالموبايل ده صفقه ممتازه جدا في الفئه دي. ولكن عشان اكون منصف برضه ففي السعر ده رايي تروح لواحد من موبايلات الشاومي اللي قلنا عليها، مثلا الريدمي نوت 10 برو ب 8900 جنيه مصري هيكون افضل، فرق 2000 جنيه كاملين وحرفيا كل حاجه هي هناك، ولكن فرق بس المعالج مش فرق كبير قوي يعني زي ما انت متخيل. يعني لو عايز توفر 2000 ونص اشتري النوت 10 برو. اسمع مني، من 12000 جنيه ل 15000 جنيه عندنا موبايل وحيد هو الشاومي 12 تي، موبايل لسه نازل من كام يوم في السوق المصري، بصراحه بمواصفات فلاجشيب كيلر، موبايل ممتاز تقريبا رائد في كل حاجه هتحتاجها. اول حاجه معالج اسطوري، معالج موبايلات بقى فلاجشيب يديك اداء 4-5 سنين قدام، وهو دايمنستي 8100 الترا واللي بيوازي تقريبا السناب دراجون 380، فانت هنا معاك معالج رائد في الموبايل ده. تاني حاجه الكاميرا ال 108 ميجا بكسل وال 8 ميجا بكسل الترا وايد، فكاميرات برده ممتازه، الشاشه الاموليد بتردد 120 هرتز مفيهاش غلطه، بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور وشاحن 120 واط، بيشحن الموبايل بالكامل من صفر ل 100% تقريبا في حوالي 18 دقيقه بس او 20 دقيقه بالكتير، فانت مش هتتخيل الموضوع ده غير لما تجرب الموبايل بنفسك. سماعات ستيريو، وكل ده بسعر حوالي 15000 جنيه مصري للنسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام. نخش بقى على الفئه اللي بعد كده، ودي اعلى فئه معانا واخر فئه نتكلم عنها في الفيديو ده، وهي فئه من 15000 جنيه ل 20000 جنيه مصري. بصراحه انا عارف ان في كذا موبايل في الفئه دي، ولكن ترشيحاتي انا الشخصيه لموبايلين اثنين، والاثنين من شركه سامسونج. يا اما تروح للسامسونج جالاكسي اس 21 اف اي او الاس 21 اف اي، واللي هيديك التالي: معالج رائد اكزينوس 2100 اللي تقريبا فوق على طول السناب دراجون 380، الشاشه الخرافيه بتاعت سامسونج واللي هي الدايناميك 2 اكس اموليد اللي بريفريش ريت 120 هرتز، شاشه ممتازه، سماعات ستيريو، كاميرا 12 ميجا بكسل وبتدعم الاو اي اس او المثبت البصري، و8 ميجا بكسل تيلي فوتو لتصوير الاشخاص بقى والبورتريات الجميله دي، و12 الترا وايد وبطاريه 4500 ملي امبير اور وشاحن 25 واط. الموبايل بيقدم لك باكج تقريبا فلاجشيب، بيفتقد بس بقى لحمايه الميه وانه مش مقاوم للغبار ولا الاتربه، وكمان انه بالكامل من البلاستيك، ده اللي بينقصه انه يكون موبايل فلاجشيب. والموبايل ده سعره 18500 جنيه مصري. والموبايل الوحيد اللي ينافس الموبايل ده من شركه ثانيه غير سامسونج هو الشاومي 12 تي برو، اللي هيجيب معالج اقوى بفرق كبير، هو ال 8 بلس جين 1، معالج اقوى معالج من كوالكوم في العالم حاليا، معالج يديك 5-6 سنين مستريح
اداء العاب على اعلى حاجه، تصفح بقى وشغل تقيل على الموبايل هيكون 10 على 10، كاميرا 200 ميجا بكسل بو اي اس مثبت بصري، نفس الشاشه الامولد 120 هرتز، نفس البطاريه اللي في ال 12 تي ال 5000 ملي امبير اور، والشاحن الصاروخي 120 واط، وبسعر 19000 جنيه مصري النسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و12 جيجا بايت رام. اما الترشيح الثالث في الفئه دي هو السامسونج جالاكسي اس 22، تشتريه بقى كسر زيرو لان سعره حاليا معدي اعتقد ال 24000 جنيه مصري، او تشتريه كسر زيرو هيكون بسعر حوالي 16000 جنيه 17000 جنيه مصري، وهيكون افضل من الموبايلين دول من وجهه نظري بالذات في نقطه الكاميرات. هتاخد بقى موبايل فلاج شيب ما فيهوش غلطه. فبالترتيب من وجهه نظري، اولا الاس 22 كسر زيرو او مستعمل، تاني حاجه الاس 21 اف اي، تالت حاجه الشاومي 12 تي برو. وبس كده، الفيديو كان دسم ومليان معلومات ومليان موبايلات، والصراحه تعبني جدا جدا في تحضيره. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. متنساش بقى لو الفيديو عجبك لايك جميل على الفيديو، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. ولو عندك اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هحاول ارد عليكم واحد واحد. وزي ما قلت لكم، لو عايزين ترشيحات للموبايلات المستعمله او كسر الزيرو اكتبوا لي تحت في التعليقات. انا عمر من قناه اوبي تيك، واشوفكم فيديو جديد. سلام.